من متظاهري ساحة اعتصام الحبوبي نستنكر أشد الاستنكار ما حدث اليوم من حرق لخيام المعتصمين على يد مجموعة من الميليشيات البغيضة، ونستنكر وندين استهداف المتظاهرين بأبشع أساليب القتل والتنكيل والتعذيب، معلنين بأبهى سمات الأخوة والفداء وقوفنا مع أخوتنا الأحرار في ساحة التحرير وكل ساحات الحرية. لا يأخذ اليأس مأخذا منكم، ولا يكون للضجر حيزا فيكم غير حرقة في قلوب الأحرار ذائلة لدماء الشهداء، مطالبة بما كان يطالب به الشهداء والناصرية، واقفة داعمة في ظهوركم برسالتها: الخائفون لا يصنعون الحرية. لبيك يا عرب، لبيك يا عرب، لبيك يا عرب.